أحوال الطقس مع جينيفر. مرحبا، مثل ما خبرناكم بنشرة مبارح، منخفض جوي فوق قبرص رح يحول طقسنا إلى غائم جزئيا مع هواء قوي بيقوى ببعض الأوقات. اتجاه رياح جنوبي غربي، الحرارة على الساحل عم توصل أقصاها ل 31 درجة، على الجبال عم تتراوح بين 21 و 29، أما بالداخل فعم توصل أقصاها ل 32 درجة. رطوبة عالية على الساحل، الهواء متوسط السرعة بيقوى ببعض الأوقات، البحر معتدل والجو غائم جزئيا إلى قليل الغيوم. جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق والضيعة اللبنانية لنشوف كيف طقسها، ومننطلق من منطقة عيدامون مع 29 درجة، 26 بكسبة، تنورين 25، كفر دبيان 23، 27 درجة بالخنشارة، دير القمر 29، ضمور، صيدا، صور 30 درجة، عم نوصل لعين إبل ودير بماس مع 28، وطقسنا مثل ما عم نشوف غائم جزئيا بكافة المناطق، ومنختم بدورس والفيكهة مع 33 درجة. لمحة سريعة عن طقسنا اليوم وبالكم يوم الجايين. اليوم السبت مثل ما ذكرنا الجو عم بيكون غائم جزئيا، المحررة عم توصل أقصاها ل 30 درجة، طقسنا عم يستقر على الشكل لنهار الأحد مع 31، وعم يرجع صافي ومشمس لنهار الاثنين والثلاثة مع 32 درجة. لتعرفوا كل أخبار الطقس تابعوا نشاطنا الثلاثي يوميا خلال نشاط أخبار الـ MTV، وأنا بلاقيكم بنشاط لاحقة.